مبسوط النهارده موجود في الفعاليات بتاعت اليوم النهارده في شمال سيناء، مبسوط باللي انا شايفه بالتكاتف والالتفاف حوالين القادة السياسية والدولة. شايف ناس عندها حب واخلاص غير طبيعي جدا جدا تفاني. مبسوط جدا بحجم التطوير اللي شرحه معالي سيادة رئيس الوزراء النهارده، تطوير مهم جدا جدا وحاجه مفيده جدا بتخدم كل اهالي شمال سيناء، ويا رب يحفظ مصر ويعدي الايام اللي جايه على خير يا رب ويبارك لنا في بلدنا.